السيد ياسر غضبان رئيس مجلس كسرى السميع المحلي وسكرتير منتدى السلطات المحلية الشركسية، صحيح؟ نعم. يعني لنا الشرف اللقاء معك في مكتبك في مجلس كسرى السميع المحلي، والحديث سيدور حول الخطوات التي تتخذ من قبل المجالس الدرزية ضد سياسة الحكومة. يعني لماذا ابتدأت هذه الخطوات؟ ما السبب؟ صباح الخير لك وللجميع. احنا رسائل مجالس الدرزية والشركسية سنة ونص من الانتخابات للمجالس المحلية، سنة ونص فترة مرت في مشاكل عديدة، منها 3 انتخابات للكنيسة، حكومة انتقالية، قعدنا على جنب وشجعنا الأحزاب لهذه الانتخابات. وصلنا لمرحلة انه شهر 12/2019 خلصت الخطة الخماسية، ووقت اللي خلصت الخطة الخماسية بدنا نبلش سنة 2020 وفيش ميزانيات للمجالس المحلية الدرزية والشركسية. طلبنا من رئيس الحكومة والوزراء انه يعطونا ميزانية معينة لهذه السنة، وتم القرار في الحكومة 4/7/9/8 على 2 على 202 مليون شيكل، ضمنها التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي، بروجكتين، تشتيات، كبشيم، حسامي تخنون، البنى التحتية، البنى التحتية، وعدة مجاملات اللي بلشنا فيها في الخطة الماضية وبدنا نستمر فيها. نعم، ويعني كان الحديث عن تحويل هذه الميزانيات في وقت قريب. في وقت قريب. نعم. تم القرار في 29/12/2019 في ضمن الحكومة الانتقالية بهدف انه نبلش من شهر 2 و3 ناخذ هذه الميزانيات، لانه بلشنا في مشاريع في 2019 و2018 من الخطة الخمسية بدنا نستمر فيها. نعم. والا بدها توقف. يعني انت كرئيس مجلس، بس اسمح لي، كنت تستنى انه بشهر 3/2020 يفوت عندك على حساب المجلس ميزانية من الحكومة على الامور اللي حكيت عنها حسب قرار حكومي، وهذه الميزانية لم تحول. لم تحول ولا شكل ولا أي شكل تحول للمجالس الدرزية والشركسية. مع كل هذه الأشياء في 2/3 كانت الانتخابات للكنيسة، خلينا الانتخابات للكنيسة تمر ونشوف شو بده يكون الوضع. نعم. إنه حدا يلكش، إنه حدا يتساعد، إنه واحد يفهمنا. يحرك الأمور. يحرك الأمور، للأسف الشديد ولا ما صارش هذا الشيء. وزد على ذلك الكورونا، نجيف الكورونا مع كل التكسيب الميزانيات اللي ما اخذتهاش المجالس، اجت ازمه الكورونا. نعم. ازمه الكورونا كمان صار في صرف ميزانيات من المجالس من الشطيف لهذا الشيء، لانه كمان من الحكومه ولا من مكاتب الدوله الحكومه ولا شكل اخذنا من الكورونا. يعني كان يعني الحديث انه كان هناك تخصيص ميزانيات خاصة بمحاربة أزمة الكورونا غير صحيح. غير صحيح. لم تتلقوا أي ميزانية من المجالس المحلية في إسرائيل أخذها ما عدا الطائفة الدرزية والشركسية. نعم. يعني المجالس الدرزية لم تتلقى أي دعم بالنسبة لأزمة الكورونا. ولا أي دعم من المجالس الدرزية والشركسية من 2000 من شهر 1/2020 لحتى اليوم، ولا شكل أخذ الميزانية. وعندك الهبل معناك يزول. نعم. معناك إزون، كان الكلام على معناك إزون أن المجالس الدرزية والشركسية يكبلوه 100% معناك إزون هبة موازنة. هبة الموازنة للأسف الشديد كمان هبة الموازنة 85% أعطونا، 15% بعدنا لا فاتت ولا عم تيجي، كله حكي. يعني هاي الأمور كلها وضعت المجالس الدرزية في مكان يعني غير لائق، فيش ميزانيات فيش، وقررتم الخروج في صراع ضد هذا الأمر ولا من اجل السياسه الموجوده واللي صارت، وعدم احترام القرار الحكومي 4/7/9/8 وتحويل الميزانيات للمجالس الدرزيه والشركسيه وزد الكورونا، هذا الشيء اللي اثر فينا وفي سكاننا. احنا لازم نطلع لهذا المأفاك. نعم. هذا المأفاك له 3-4 اسباب. السبب الاول عدم تحويل الميزانيات المقررة حسب القرار الحكومي 4/7/9/8. ثاني شيء انه وعدنا احنا في اول السنة وقت بتتشكل الحكومة خلال 60 يوم تنعمل خطة خماسية جديدة 2024.
وهذا الكلام في عم بيصير يغيروا فيه. احنا بدنا 2024 خطة خماسية جديدة بلا خطة خماسية. اين سقوط قيمة المجالس المحلية؟ اين؟ فيش حاجة، فيش، لانه اذا فيش خطة خماسية فيش ميزانيات، فيش ميزانيات فيش حاجة لهي المجالس تكون ولا تستمر. الاشي الثالث، حتى اليوم المدارس المجالس الدرزية والشركسية اللي بيتابل فيهم وزارة الشتوف بلاي الزورين، يعني الفرق بين المجالس وبين هذا بين هذا المكتب الحكومي زي الأرض والسماء، ولا ساعدونا ولا في شيء، لا في تقديم الميزانية ولا في تحريك الأمور ولا عملوا ولا شيء. احنا بدنا هذه السلطة اللي بدها تشتغل مع المجالس المحلية الدرزية والشركسية ومع الحكومة، بدنا إياها تكون في مكتب رئيس الحكومة. نعم، مش في مكتب، مش في ولا في أي مكتب ثاني، لا في صار المواطن ولا شتوب ولا إزوري ولا شو من دفاع، بتكونوا تابعين لمكتب رئيس الحكومة. هذا أحد طلبات المجالس. هذا يعني الطلب الثالث. نعم. الطلب الرابع اللي احنا حكينا عنه نذكر الكورونا، كل الخسائر اللي خسرتها المجالس الدرزية والشركسية في فترة الكورونا من مدحوم الرخيشة، هيجينا، خطوي، مازون، تميخة، احنا بدنا ناخذ التعويضات اللي المجالس دفعتها وما كانتش مخططت لها في الميزانية. نعم، واللي كان السنة. يعني لازم انكم تاخذوا عليها ميزانية خاصة. نقول صح 100% زي باقي زي باقي المجالس العربية واليهودية. نعم، لانه وزارة الداخلية اعطت المجالس العربية والمجالس اليهودية في المركز اللي عنده عساكيم ما فتحتش العساكيم اعطوهم تعويضات. طيب احنا مش عندنا عساكيم، فيش عندنا زور تعسير، شو معنا؟ طب اسا اليوم بده يطلع واحد ويسأل انه ليه بالذات المجالس الدرزية ما اخذتش؟ يعني انت بتقول انه اخذوا مجالس عربية ومجالس يهودية، يعني ليه مجالس الدرزية لا؟ هن احنا مواطنين بأي دولة وكمان بيخدموا جيش لابناء الطائفة الدرزية. يعني شو السبب اللي انت حسب رأيك من خبرتك انه انتو ما اخذتوش وغيركو اخذ؟ يعني هل كونكو تتبعون للمكتب اللي حكيت عنه؟ يعني زي احنا في الجيبة، احنا دروس في الدولة في الجيبة، هذول الدروس معانا ومعانا ومعانا وانتم بعيا ويستدروا، احنا مش في الجيبة. يعني بلا مؤاخذة وحكينا من قبل، اذا كملنا جبلات خير، اذا بيخيروني بين ضمير وحزبي بدشر حزبي وبطبع ضميري. واحنا اليوم مع احنا تمخيم في الليكود وفي حزب الليكود في كيس تسميع، ورأينا وشفناه في الانتخابات الاخيره اذا كان في المفكاد او كان في الانتخابات الكنيست، بس اليوم احنا وصلنا لوضع اتعلموت بزلزول بعدها دروزي. اذا خيروني بلدي وطائفتي انا ما عديف طائفتي على بلدي، واليوم اللي انا شايف في مشاكل في عده قرى درزيه وشركسيه ما بقدرش اقعد ساكت. احنا لازم نطالب، هذا اشي بيطلع لنا، هذا اشي بيحق لنا، ولا واحد بيعملنا منيح. انا احنا لا عم نعملنا منيح وهن مش عم يعملنا منيح، بس اجى الوقت انهم هن يعطونا اللي لازم ناخذه. نعم. بعد النقطة الخامسة اللي احنا عم نحكي عنها حكامينتس، حكامينتس احنا اليوم عم نعمر على اراضي براتية مش ملكية خاصة، يعني هذا القانون يمس بكل اللي ورثته من جدي ومن جد جدي ومن كل، انا بدي اعمر على ارض بوي وارض سيدي وارض اللي انا ورثتها، مش لازم يعملوا لي حكم منيتس. حكم منيتس منيح لاراضي المنهال، اذا انا بعمر على ارض منهال يهدموا لي البيت، اذا انا بقرب على التخنيت اللي انا عم بعمل في تخنيت المطار انا بدي اهدمهم مش يهدمون. بس اليوم مقدرش من جهه واحده فيش تخنيت مطار، ما ساعدونيش اعمل تخنيت مطار، مش بس الي، كل المجالس العربيه بقول لك ما تعملش. طيب احنا في كسرى ستاندر مع كسرى سميع من 2000 لحد اليوم فيش تخنيت مطار، من 2000 خلصت تخنيت مطار. طيب يا الله من 2000 لحد اليوم، احنا اليوم في 2020 20 سنه، شو محل هالبلد ما تطورتش؟ هالبلد ما كبرتش؟ احنا كنا كل سنه الحمد لله وان شاء الله بدي يضل هيك، كل سنه في زياده عدد السكان، كل سنه عم بيصير عندنا 100 عرس، 100 فرح، 100 مناسبه. طيب هاي الزوجات التساريم هم بدها تتويش مع اهاليها، وين احنا محنيب لتيم؟ يعني انا معدد كل بنيه على دماغ رطيط بتناي لو بوقيع في التخنيت في التخطيط. يعني واحنا كمان عم نحكي عن مجلس كسرى اللي هو مجلس كل سنه تقريبا باخذ شهاده من وزاره الداخليه على انه هو منظم جدا. انا بذكر في مجلس كسرى نقدرش، يعني هاي بدنا نحكي عن القرى ثانيه بدنا
نفوت ببلاوي. انا بدخل في مجلس كسرى سميع في انه هو الموجود في كسرى سميع، واحنا في كسرى سميع مش بحاجه للمزنيات. اما انا وقت اللي انا شايف الضروره مع الكورونا والقرارات الحكومه اللي وعدتني بدي اخذ الوعد تبعها. نعم. مش لازم انه انا اذا ما اعطوناش هالميزانيات عمال كثيره من العمال المجلس تروح على البيت. المجلس بعيني في حسب رايي الهدف الاول يعطي شروط للتشابين، وثاني اشي اذا في حدا مش فاهمان المجلس مفعال عساكين لتات لانشيم لعبوت في المعنى، لانه هذول العمال عم يشتغلوا في المجلس مصدر رزق مصدر رزق للسكان من كسرى وكفر سميع، لانه اذا بدي يشتغلوا هون بدي يروح على الافتراض بدي يروح هون وهون وهون. لا انا مع ضيف ان يشتغلوا في المجلس، والمجلس في نظري اول اشي يعطي شروط للتشابين من كل البنود خدمات الاجتماعية وكل الخدمات، وثاني اشي مصدر رزق للعمال اللي بيشتغلوا في المجلس. وانا بفتخر في كل عامل وعامل وعامل اللي بيشتغلوا في هذا المجلس، بيشتغلوا عن ضمير نظيف ومن اجل السكان. طب بدي اسالك بس بعد سؤالين، بديش اخرك اكثر من هيك. السؤال الاول يعني شو ردود الفعل اللي عم تتلقوا ردود فعل من قبل ابناء الطائفة الدرزية او من قبل المسؤولين، مع العلم انه في رؤساء مجالس مقربين يعني لوزراء بالحكومة مثلك مثل رؤساء مجالس اخرين، عم تتلقوا مثلا رسائل او شيء منهم انه شو اللي عم بيصير ولا ما حداش مهتم؟ قبل فترة واحنا مش رايحين نقعد مش رايحين نتريح نوصل للاشي بدنا اياه. خليني بعد اقول لك الكلمة الثانية، قبل غير حكم نتس اللي احنا بدنا يجمدوه في هاي اللحظة تنسور عندي تخنيت متقار بعدين بيجوا. نعم. بيصيرش اليوم انه انت تربط العجلات قبل تجميد او تبطيل قانون كمان حتى تخلصوا التخنيت المتقار، ساعدوني اخلص تخنيت المتقار وبعدين اعملوا شو بعدين اعمل بدكم اياه. ما بيصيرش اليوم لا عمار ولا تخطيط لكان كيف بدنا نتقدم. وين احنا اليوم سكان قرى نقدرش نسكن في الهير في المدن. احنا اليوم بعدنا في الوسط الدرزي العربي كل واحد بسكن في بيته، فيش عندنا سخروت ابني ديروت وفيلوت وتسخير اين هذا اليوم مش موجود. علشان هيك احنا بدنا نعمل المستحيل انه حوك كامينيتس هذا حوك نكدينه ضد الأخلوصية المجتمع الدرزي والعربي حتى. نعم صحيح. شوفنا هاي اللحظة إذا واحد زي إيلي تشاكيت صارت مش باتين لعباشة ومرت إما إنه يدعيم إن حب كمان السبيع في الهيتشفوت وفي المعطوط الزريوت والحكلائي لو هي نعسيم يا الله، لأنه بقاع إسا هناك بدكوا تعملوا له تعديل. هذا القانون لازم من يلتغى نهائيا. والإشي الأخير حوك اليوم قانون القومية. قانون القومية يعني احنا كنا عند رئيس الدولة ريفلين وقعدنا هناك وقفنا قلنا له بدنا نعرف منك اشي واحد، انت ازراح نمرة واحد، ازراح مسبار احد بمدينة، بدي منك تقديراتي كدروزي بمدينة تقديراتي عرفني. نعم عرفني ما شو انا مواطن اسرائيلي درزي يسوق بيت مع العلم يعني بعرفش اذا بتسمح لي اقولها انت كنت ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي. يعني احنا قانون القومية رايح يكون فيه تعديل، واحنا مش رايحين نسكت اذا ما وصلناش هذول الاهداف اللي حطيناهم قدام رسائل المجالس. مش رايحين نسكت في الوقت الحاضر في ثلاث اربع مهمات اللي حكيت لك عنهم في الاول. نعم. والمهم الاخير اللي بدنا احنا نتقبل فيها قانون القومية، او بتعدل قانون القومية او بحطوا الطائفة الدرزية على الخريطة في هاي الدولة. هذه الاهداف تبعتنا كل الوقت وهي الاهداف ما حصلناش عليها. بدنا نستمر في الاضراب وفي المأبك تبعنا. في المأبك تبعنا احنا عملنا ثلاث اربع مظاهرات لحد اسا واحنا مستمرين حتى نوصل للهدف تبعنا. نعم اسا بتحكي لي شو اللي بده يصير الاستمرارية، بس قبل سألتك عن ردود الفعل يعني تلقيته. انا بقول لك ردود الفعل اللي كانت احنا صار معنا اتصال مع مكتب رئيس الحكومة. اول اشي عشان نكون فاهمين ابناء الطائفة الدرزية بالمجمل بأيدوك وبدعموك بهذا ولا كيف انت شايف؟ في للأسف الشديد في كم عنصر في الطائفة الدرزية عن اللي بتطلع عن من الجنب وبنشوف ايه خطاره تتسليح. كيف بدكش تنجح؟ كيف بدكش تنجح؟ مش يعني في قسم صغير. نعم. اما الاكثرية من مشايخ ومن الهيئات الدينية ورسائل المجالس اغلب كلها والاغلب القرى الدرزية من الكرمل للجليل والساحل كلنا مع بعض واحدين في هذا المجال.
في واحد اثنين مش مهم، بس هن ولا اشي بالنسبة لنا. احنا بدنا نضلنا نتقدم لنوصل للبدنية. صار في حديث مع مكتب رئيس الحكومة، وخاضنا مع مكتب رئيس الحكومة انا والاخ جبر ونفسه والاخ راضي نجم، مع كمان مع فضيلة الشيخ الموفق حسب حسن الموفق. قعدنا ومن هذه الجلسة اللي كانت قبل جمعة، من نتيجة هذا الإضراب في تقدم في تحويل الميزانيات من 4-7-9-8. أما أنا بقول لك شيء واحد، كله حكي. إذا المصاري ما فتتش أنا مستمرين. شو الخطوات القادمة؟ الخطوات القادمة اللي إحنا بدنا نعملها وإن شاء الله رايحين ننجح فيها ونستمر فيها. إحنا اليوم سكرنا من هروتا كرميل امبارح كان صحيح، رحنا على محلفة شلوم، يعني كنا في الكنيسة يوم الخميس الماضي. في برنامج شو بدنا نعمل، كل خطوة وخطوة عم نعملها بدها تتوسع. وعداش احكي شو احنا متعملين، فيش يعني خطوات اللي اسا خطوات من برمجة اللي ممكن ان ننشرها، يعني بدناش ننشرها. اه يعني اسا اذا بدي اقول لك بكنت ننشرها في وقتها، يعني وقتها.